قتل 5 على الأقل في قصف على مناطق بالغوطة الشرقية بعد ساعات من إعلان الهدنة بسوريا. في سياق متصل زعم رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري التزام بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة في سوريا، إلا أنه أكد استمرار العمليات العسكرية بضواحي دمشق. كان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على مشروع قرار كويتي سويدي ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً.